غزل عبد المجيد زكريا المصري أفندم في الجناية رقم 4962 لسنة 2021 جنايات الجيزة بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة والاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء معاقبة المتهمة غزل عبد المجيد زكريا المصري بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 50,000 جنيه ربعة الجلسة. بعد إذنك يعني أقول للمدام كلمة أخيرة. بكرة بإذن الله زي دلوقتي ده بالكتير هتعرفي إنك أنت ارتكبتي أكبر غلطة في حياتك وهتندمي ندم عمرك. بس كنت فاكرة إن حياتك معايا مع عابد تيمور كانت هي المعاناة تبقى غلطانة، لأن المعاناة الحقيقية هتبتدي من دلوقتي. خدت. هو انت ليك علاقة بالموضوع ده يا عابد؟ عملت ايه لما سمعت الحكم؟ نهار طلعت صابت ايه؟ كانت مصدومة طبعا. جابت السيرفي؟ لا، هي في ايه ولا في ايه؟ احنا ما اتكلمناش اصلا يعني، بس انا كنت بسألك انت ليك علاقة بالموضوع ده؟ يعني متهيألي لو ليا علاقة فعلا بالموضوع فيبقى عيب انك تسألي، لأني أكيد مش هحب إن أنا أعترف، ولو ماليش علاقة بالموضوع فعيب برضه إنك تسألي علشان تبقي بتتهميني اتهام مش تمام. يعني في الحالتين اختصري وقولي سوري وخلاص. أوكي، عندك حق. سوري. لا اتس أوكي، مفيش حاجة. بس أنا كمان ليا حق إني أقول لك جه الوقت إنك تعلن فيه جوازك مني رسمي. صاحبتك هتزعل قوي لما تسمع الخبر ده. وأنا بقى ما يهمنيش حد غيرك. طب أنت مستعجلة ليه؟ يعني أصل أنا باجي القتال من غير أي سبب، وبعدين غزل مش هنا، فيعني شكلنا بقى مش حلو. طيب إديني فرصة أفكر. تقدر تعمله كده؟ اديني فرصة أفكر، اديني فرصة. سيبيني أنا وأنا أتشوف، سيبيني النبي عشان بس مصدع جدا ومش تمام، عشان أبقى لطيف معاكي. أوكي. يا رب. اديني فرصة أفكر. هنجيبه قضيوي، هنجيبه تاني ونخليه يعترف بكل حاجة غصب عنه وعن اللي جايبينه. غزل مش وش حبسه بعد الأمينة، غزل غلبانة مش هتستحمل رمية البرش.
يجيبه يعترف يطلعه صدقني. بس انا سامع كده. لا اسيبها ولا ترتيب شيطاني. في حد قاصد يرازي فينا عشان نتعطل وما نوصلش للمحكمه بالوقت. حقك على غداوي. انا حاسس ان انا السبب في اللي حصل. انا غيرت الطريق عشان فاكر ان الطريق ده اقصر، بس النصيب بقى. انا مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. نورت الدنيا يا حمزه. والله زمان. مساء الفل يا كوتش. فاكر زمان لما قلت لك عدلتك دهبي مش خديوي؟ ما صدقتنيش. فاكر. بس قبل اي كلام، انا هنا مش عشان غدار ولا خاين، بس الخدوم ما يستحقش ان الواحد يتعب له. جاء عليها كتير واسال ميزه، وفي الاخر هو غدر بميزه وقعده في بيته. ولا ميزه؟ صح، هو كده فعلا يا كوتش. يابا الحكايه كلها مسلمه بعضيها. خلينا بقى في المهم. الساعه 2 بعد نص الليل فعلا مفيش وقت. بص يا ابو الصحاب، فاكر لما قلت لي في التليفون على حوار الجارد التعاب التيمور؟ ريم الورداني. حلو. الواد ده انا مش عاوزه يوصل للمحكمه، والبيت تاخد عقوبة. مينا ما تسيبنا سوق النهارده. سوا يا اخويا. كل المطلوب منك يا حمزة إنك قبل ما توصل المحكمة هتمشي من طريق تاني هقولك عليه، على أساس إنه طريق مختصر، ولما تدخل الطريق ده هتلاقي عربية خضار موقعة بضاعتها على الأسفلت وعاملة حادثة مع عربية تانية، يعني الشارع هيكون مقفول ومتبرشم على الآخر.